بعد زيادة إصابات فيروس كورونا والتقارير الصحية اللي بتطلع كل يوم من وزارة الصحة، وآخرهم إن كان آخر الأعداد تعدى 600 حالة. قرارات عاجلة من وزير التربية والتعليم بخصوص حضور الطلاب والامتحانات. في الفيديو ده على قناتكم التعليمية مستر مانويل، لو ما كنتش تشترك تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس على كلمة أول عشان يوصلك كل المحتوى التعليمي والخدمي، سواء كورسات لغة إنجليزية أو مراجعات في كل المواد أو أي أخبار تخص التعليم. ولو مشترك دوس لايك، ولو عندك أي تعليق بخصوص الفيديو سيبه وأنا هرد عليك فيه إن شاء الله. كنت اتكلمت قبل كده في فيديو سابق عن تخفيف المناهج، وطبعا الوزير وضح النقطة دي تماما، وكمان كنت اتكلمت عن الامتحانات برضو في فيديو سابق. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن القرارات اللي لسه طالعة بالظبط، يعني في حدود نص ساعة كده بيتكلم فيها الوزير عن حضور الطلاب في الفترة القادمة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، وكمان بيتكلم فيها عن نظام امتحانات نص السنة وهيكون وضعها ازاي ان شاء الله، وكمان حضور المعلمين والطلاب والتناوب بين حضور المعلمين، كل ده في الفيديو ده ان شاء الله. دكتور طارق شوقي صرح تصريح نزل على موقع الوزارة وقال لن تحتسب الأيام الباقية من الفصل الدراسي ضمن أيام الغياب، وقال بالنص: ومن يخشى على أولاده يستطيع أن يقرر تعليمه من البيت، لكنه لا يعني ذلك إلغاء أو حذف المناهج والامتحانات في المنهج كاملا. بمعنى إيه؟ نفسر كده مع بعض. يعني قال خلاص كده إن الفترة اللي جاية مش هيبقى فيه غياب، يعني اللي هيغيب مش هيتحسب له غياب خلاص الفترة اللي جاية. طيب بالنسبة، طب خلاص الناس هتغيب، طب ايه الوضع؟ برضو وضح الوزير قال يا جماعة ما فيش الغاء او حذف اي امتحانات اي حاجة في المنهج، ما فيش اي الغاء، لكن الطالب من حقه انه يغيب عادي خالص، والامتحانات في المنهج كامل لان في مطالبات من اولياء الامور ان يتخفف المنهج طالما الطلاب هتقعد في البيت، لكن الوزير رفض رفض تام. كمان تكلم الوزير بالنسبة لتناوب العاملين بالوزارة، قال متروك للمحافظين ومدير المديريات حسب كل محافظ. وصرح الوزير نحاول الحفاظ على كل أطراف العملية التعليمية، نظام الدراسة والتقييم من الآن لآخر الترم الأول، لابد من التأكد من أن الطلاب حصل على المحتوى التعليمي اللازم له، ولن تحتسب الأيام الباقية ضمن أيام الغياب لمن غاب في زين. ده كان كل المحتوى التعليمي على قناتكم التعليمية مستر مانويل، زي ما قلت بتقدم محتوى تعليمي لكل المراحل وخدمي لكل الفئات، كورسات انجليزية ومعلومات انجليزية مفيدة ومراجعات. اشترك معايا وفعل الجرس على كلمة كل علشان يوصلك كل ما هو جديد. بالتوفيق للجميع ان شاء الله.